برضو ثلاث اربع احصائيات سريعه جدا للعلم فقط لا غير. طبعا هدافه مصر في كاس امم افريقيا يعني مش هخوض فيها قوي، لكن كابتن حسن الشاذلي هو اكتر واحد جاب اهداف في امم افريقيا ب 12 هدف، ورا منه حسام حسن 11، احمد حسن 8، طاهر ابو زيد وعلي ابو جريشه 7، ابو تريكه 6، وبعدين عندنا خمس اهداف عمرو زكي ومتعب وحسني عبد رب وجده وكابتن الديبه، اربع اهداف محمد صلاح، حسن شحاته، طه بصري، رضا الاسماعيلي طبعا، ثلاث اهداف محمد زيدان المحمدي، احمد الكاس، جمال عبد الحميد، مصطفى عبده، بدر فتاح الجوهري، هدفين احمد حسام ميدو، ياسر رضوان، حازم امام، بشير عبد الصمد، مختار الخطيب، علي خليل، عصام بهيج، هدف واحد بقى ناس كتير قوي، فنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالهدافين. طيب عندنا قائمه كبيره قوي، هقول منها بس فرقتين ثلاثه فيما يتعلق بنتائج منتخب مصر مع الفرق اللي موجوده في امم افريقيا. انا اقول لكم بس مع نيجيريا مثلا لعبنا 8 مباريات مع نيجيريا، كسبنا 2 وتعادلنا في 3 وخسرنا في 3، ده بالنسبه لنيجيريا. هروح للسودان عشان معانا في مجموعتنا، لعبنا معاها 5 مرات، كسبناها 3 مرات وتعادلنا مره واتغلبنا منها مره واحده. بالنسبه لغينيا بيساو ما لعبناهاش، بالنسبه ل لا لعبنا غينيا، لان قبل البتاع ده غينيا لعبناها 3 مرات، كسبنا مره وتعادلنا مره واتغلبنا مره. يبقى ده نيجيريا وده السودان وده غينيا اللي هم معانا في مجموعتنا. لما يبقى نصعد بقى للتصعيد اخر نقول طبعا نتائجنا مع المنتخبات الاخرى اللي هتصعد بعد كده ان شاء الله لما احنا كمان نتصعد. طيب اعلى 10 لاعبين في القيمه التسويقيه مشاركين في امم افريقيا، برضو نوع من انواع الثقافه. اغلى واحد هيشارك ان شاء الله في هذه البطوله محمد صلاح 100 مليون يورو، ساديو ماني زميله من السنغال طبعا 80 مليون يورو، أشرف حكيمي منتخب المغرب 70 مليون يورو، والفريد نديدي منتخب نيجيريا 60 مليون يورو، فيكتور أوسامين نيجيريا 60 مليون يورو، فرانك كيسي ساحل العاج 48 أو كوت ديفوار بقى 48 مليون يورو، خليدو كوليبالي سنغال 45 مليون يورو، رياض محرز الجزائر 40 مليون، والله يساوي أكتر من كده ده لعيب عظيم، يوسف نصيري منتخب المغرب 40 مليون، واخيرا زاهة منتخب ساحل العاج 40 مليون يورو. طبعا ده وفقا لترانسفير ماركت القيمه التسويقيه. طيب ده دول اغلى 10 لاعبين. طب اغلى 10 منتخبات، اغلى 10 منتخبات، اغلى بقى 10 منتخبات تفرق لان ده القيمه التسويقيه بتاعت كل اللعيبه اللي في المنتخب. هتلاقي منتخب السنغال هو اعلى قيمه تسويقية في أمم أفريقيا بقيمة 340 مليون يورو وشوي، لأن كلهم محترفين. ساحل العاج 300 مليون يورو وشوي، منتخب نيجيريا 287 مليون يورو وشوي، منتخب المغرب رقم 4 211 مليون يورو وشوي، منتخب الجزائر 187 مليون يورو وشوي. خلي بالك اول يعني الخمسه الاولين دول اربعه منهم في التصنيف الاول اللي هو منتخب السنغال ونيجيريا والمغرب والجزائر، دول اربعه من الخمسه اللي هم تصنيف اول. نروح بعد كده سته وسبحان الله ده تصنيفنا كمان. مصر 162 مليون يورو، منهم 100 لصلاح لوحده يعني بقيه الشله ب 62 مليون. السابع منتخب مالي 150 مليون يورو وشوي، الثامن منتخب الكاميرون 142 مليون يورو وشوي، التاسع منتخب غانا 135 مليون يورو وشوي، اخر واحد هو منتخب غينيا، مش غينيا بيساوي اللي معانا، غينيا 95 مليون يورو وشوي، ده وفقا ايضا لترانسفير ماركت. ده فيما يتعلق طبعا بالقيمه التسويقيه لمنتخبات أمم إفريقيا.